بص حاجة زي كده 30 جنيه. بصوا اي واحد 30 جنيه. 75 جنيه اي قرض من ده. 60 جنيه. 5 وكام؟ 65 جنيه. 65 جنيه. عامل 50 جنيه. جيب 50 جنيه. لا تحفة دي فجأة بقى. 35 جنيه. الجيب اجيب 35 جنيه. هيجوا ياخدوها بالقطعه 35 جنيه. بصوا تمام كل اللي يجي تبع يوميات مكه هياخد الجيب اجيب 35 جنيه بس. البادي الكم ده تمام 50 جنيه. بصوا دي هتاخدوها ب 65 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو جديد ومكان جديد. احنا النهارده عند نمبر 1 للكاجوال، بدا الاسعار معانا من 30 جنيه، والجيب كمان بدا عنده من 35 جنيه، معانا بلوزات الخروج من 50 و 60 جنيه، معانا كمان كل اشكال الدريسات والميني دريس، موجود كل اشكال الهاي ويست، وموجود كمان مقاسات خاصه عنده ومقاسات عاديه، موجود كل اشكال البناطيل مصري وتركي ومقاسات خاصه، كمان موجود جواكت جينز هاي ويست وطويل وكل اشكال الشيميز جنس وعادي موجودة هناك. العنوان بالتفصيل متصور في اخر الفيديو ازاي توصلوا هناك بكل سهولة، وهسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق مثبت، ورقم التليفون هيفضل ظاهر معاكم طول عرض الفيديو على الشاشة. بس قبل ما ابدأ الجولة انزلوا حالا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس، ونبدأ الجولة على بركة الله. ازيك يا طه؟ كل سنه وانت طيب. الحمد لله. الاسعار بدأ من كام عندكم؟ الاسعار بدأ عندنا حاليا دلوقتي من 30 جنيه. من 30 جنيه. البضاعات والتلبيسات بتبدا من 30 جنيه دلوقتي حاليا. تمام. في ايه معانا ال 30؟ نشوف. عندنا حاجه زي كده، البضاعات دي كده 30 جنيه. بصوا اي باضي من ده؟ باضي اللي هي حاجات تتلبس تحت السروته وتحت الشميزات وتحت الحاجات دي 30 جنيه. ثبت لنا ياخدوا سكرين بس نقول لهم ده سعره بس يا طه. بصوا حاجه زي كده 30 جنيه. ده 30 جنيه الحاجات دي. بصوا اي واحد 30 جنيه. تمام تمام. بكل الوانها طبعا وبكل ستايلات معينه. تمام. والطبعه دي بتتغير اللي على التيشيرت مختلفه، وفي نص وقط، اي حاجه بنص او قط 30 جنيه حاليا. تمام. عندي حاجه زي كده ايه؟ حاجه زي كده 65 جنيه. 5 وكام؟ 65 جنيه. 65 جنيه ماشي. دي حاجات اللي هي الكم. دي الكم هيوصل تلبس معاك على البنطلون بوي فريند والكلام ده. تمام تمام. دي ب 65 جنيه. تمام. عندك حاجه زي كده ايه عامله 95 جنيه الليدي. 95 ده ليدي. بصوا انا عايزه اوريكم المقاس. بصوا تمام. ده هتبقى 95 جنيه ليدي. 95 جنيه. في منها كل الوانها موجوده معايا. كل الوانها متاحه. في عندك حاجه زي كده مشجره، بجوز المشجره ده اهي. تمام. 90 جنيه. دي 90 جنيه. دي اللي هي الفسكوز وفوق ادوار. حلو قوي. دي 90 جنيه. تمام. عندي بجوز زي كده البليسيه اهي. دي البليسيه كامله. طيب. عامله كام؟ عامله 50 جنيه. دي ب 50 جنيه. 50 جنيه البلوزه دي. بصوا بلوزه تايجر حلو قوي. بلسي 50. 50 جنيه. تمام. حاجه زي بعدين بنوصل ب 35 جنيه. في حاجه زي المموه، البلوزه المموه دي تحفه. بصوا دي اللي طالعه موضه قوي عشان تمام بس معانا. المموه ده هو اللي لسه طالع. بصوا المشحم دلوقتي زي ما بيقولوا. عامله كام دي؟ 65 جنيه. 65 جنيه. حلو قوي. تمام. يعني دي درجاتها مثلا، دي من ضمن الدرجات بتاعتها مثلا. كل ده 65 جنيه. 65 جنيه. تمام. عندي حاجه زي كده تاني، جيبه زي كده، جيبه التول. بصوا الجيبه التول عامله كام دي؟ دي سعرها تحفه دي فجأة بقى 35 جنيه. الجيبه دي ب 35 جنيه. هيجوا ياخدوها بالقطعه 35 جنيه. بصوا القناه واحنا تحت مروح. تمام. كل اللي يجي تبع يوميات مكه هياخد الجيبه دي ب 35 جنيه بس، بكل درجاتها والوانها. يعني عايز اقول لكم بصوا الوانها كلها متاحه، حتى الابيض موجود. درجاتها كلها كل درجاتها موجوده. معاك الدرجة دي اللي هي البطيخ شوية، الدرجة والحمرة والكشمير والأبيض. تمام. دي أي جيبة منهم 35 جنيه. تمام. في إيه تاني معانا يا طارق؟ معايا عندي بقى البلوزات اللي زي كده، الحاجات اللي هيوسط كل اللي زي كده إيه. بصوا حاجة زي كده عاملة كام؟ دي عاملة 80 جنيه. دي 80 جنيه. أربع ألوان. تمام. معاك منك كشمير والمستردة والأقوى، كل درجاتها موجودة. تمام. حاجة زي السي واي التلبيسة الكبيرة ده أهي. تمام. ده عاملة 85 جنيه. 85 منها كل الوانها برضو، الابيض والمسترد والكشمير كل درجاتها موجوده. تمام. حاجه زي كده البادي الكم ده، ده عامل 50 جنيه. ده بكام البادي ده؟ 50 جنيه. ده هياخدوه ب 50 جنيه. هياخدوه ب 50 جنيه. تمام. حلو قوي. حاجه زي كده 65 جنيه بلوزات هاي وسط. الهاي وسط دي؟ تمام. هاي وسط بكل الوانها. اي قلنا عامله كام؟ دي عامله 65 جنيه. دي ب 65 جنيه. كل موديل عندنا بكل الوان وكل مقاسات ان شاء الله. حاجه زي كده برضو ستايل تاني، حزام شداده اهي. تمام. دي عامل 65 جنيه. دي برضه 65 جنيه. اسعارها كلها والوانها موجوده. الوانها كلها متاحه. كل الوانها موجوده على الاقل خمس وست الوان. حاجه زي كده دي ليدي تلبيسه واسع قوي. دي ليدي واسعه. تمام. دي ليدي 65 جنيه برضه. 65 برضه. حاجه زي كده السوفت المشحم. السوفت المشحم. كل درجات موجود بيدنا اربع درجات برضه اهي. اربع درجات موجودين. 65 جنيه. دي برضه 65. احنا قلنا السعر الاول. كل اسعار ده 65 جنيه. حاجه زي كده دي اللي 75 بقى. بصوا دي 75. عايزه اقول لكم كم كمان كم جلد. تمام. حته جلد كم نص جلد وهي 75. 75 جنيه. 75 جنيه. ست الوان.
بصوا اللي هي دي هتبقى ب 75 جنيه حبايبي، ينفع تجيبها لنا؟ اكيد طبعا. ياخدوا عليها السكرين بس نعرض لهم احسن ما. بصوا حاجه زي كده تمام. بصوا دي هتبقى ب 75، وعاد منها الاسود. بصوا اي قطعه من دول هيبقوا ب 75، ثبت لنا بس ياخد سكرين نقول السعر يا طه. بصوا اي قطعه من دول هتاخدوها ب 75 جنيه تمام. 75 جنيه هاي وسط الاسود بتاعها تحفه حلو قوي. انا في منها الوان كتير قوي جوه معروضه عندي جوه برده ان شاء الله تمام. عندك حاجه زي كده قطعتين ده توينز. بصوا ده توينز قطعتين مش قطعه واحده. خلي وشه ليه بس طه. بصوا اهي عامله كام دي؟ دي عامله 85 جنيه. 85 جنيه قطعتين. اللي فوق دي سوفت. دي اللي فوق سوفت. خمسه سوفت عادي تمام تمام. سعرها 85 جنيه. حاجه زي كده 65 جنيه كل الوانها. بصوا كده، بصوا حاجه زي كده 65 جنيه حلو قوي كل الوانه. بكل الوانه هيوصل كل ده تمام. كده برضو 65 جنيه. بصوا كده ايه الجمال ده. دي بكام؟ 65 جنيه. ب 65 جنيه عايز اقول لكم تحفه، شكلها حلو قوي، استك من تحت. بصوا دي هتاخدوها ب 65 جنيه حلوه جدا تمام. ودي عندك حاجه زي الجود ده اهي. جود دي تلبسها كبير. دي تلبسها كبير حلوه قوي. ده عامله 85 جنيه. دي 85 عايز اقول لكم المستردة بتاعتها تحفه كل الوانها 85 حلو قوي. سعرها 85 جنيه تمام. كل الوانها برده موجود. في عندي حاجه بقى زي الجاكيت ده كده. ده جاكيت فرند قصير بس ده حاجه ستاندر لسه نازله جديد. دي عامله 165 جنيه. 165 تمام. وفي الطويل بتاعه ده عامل 175 القصير والطويل. الطويل 175 والقصير 165. القصير 165. في حاجه زي الشميز الجينز ده تمام. ده تلبيساته موجوده كلها من 32 لحد 38. 38 ده اللي تلبيس كام يعني؟ تلبيس كبير يلبس معاك مثلا لحد مثلا 100 كيلو تمام. عامل كام ده؟ ده عامل 125 جنيه. 125 تمام. في منه ستايلين، الستايل الطويل اللي زي كده والستايل القصير اهو. القصير اللي زي كده. الستايلين موجودين. بلوزه زي كده شيفون بكل الوانها ومقاساتها. بصي تحفه البلوزه الشيفون دي. عامله كام دي؟ ده عامله 110. 110 ما ينفعش تجيب لنا منها قطعه ياخدوا سكرينات الله يخليك. كل الوانها. هنا كده تبقى معانا. بصوا حاجه زي كده قلنا سعرها عامله كام؟ 110. بصوا دي هتاخدوها ب 110 تمام. حلوه قوي سعرها 110 تمام. في عندك حاجه زي كده اهي 85 جنيه. بصوا حاجه زي كده. بصوا دي اللي هي سي واي 85. في منها الوان. بصوا موجوده منها حاجه عامله 95 جنيه. دي 95 جنيه ودي اللي ب 85 تمام. في عندنا حاجه مثلا بقى زي كده الجيل مثلا بالبنطلون بيبدا معانا حاجه زي كده اهو. بصوا البنطلون زي ده. البنطلون ده 85 جنيه. ده السكوبا صح؟ بنطلون سكوبا واسع. حلو قوي سكوبا واسع. منه مقاسات لارج واكس لارج وتلبيسات واسعه. عامل كام قلنا؟ 85 جنيه. 85 جنيه تمام. عندي بنطلون زي كده تاني اهو 75 جنيه. بصوا ده البنطلون ده 75 جنيه. بص من قدام اهو 75 جنيه تمام. 85 75. عندي بنطلون جينز زي كده. جنس زي كده. في منه الدرجات بتاعته كلها. ده الجنس الواسع بدرجاته. الواسع الفاتح الدرجة الفاتحة والدرجة الغامقة. تمام. عامل كام ده؟ 100 جنيه. ده 100 جنيه اللي هو الجيبة البنطلون الجيبة. عامل 100 جنيه. حلو قوي 100 جنيه. تمام. في مقاسات كبيرة منه ولا؟ في منه مقاساته كلها إن شاء الله. تمام. عندي حاجة بنطلون زي كده، البنطلون التركي ده تحفة. ده حلو قوي ده. ده عامل 110. ده 110 البنطلون التركي 110. والاسود بتاعه موجودين كلهم بكل مقاساته تمام. بس هو ابيض واسود بس. ابيض واسود حاليا موجود منه بس. تمام. عندي زي ما زي كده بلسي. بلسي عامله كام دي؟ والوانها كلها موجود. عامله 100 جنيه. دي عامله 100 جنيه. دي بقى بلسي الكروش الواسع مش الكروش اللي هو مش اللي هي الساق لا الواسع. اللي هي العاديه اللي هي الضيقه لا تمام. الواسع. دي الواسعه مش الساق يا جماعه. عامله 100 جنيه. تمام 100 جنيه. عندي حاجه زي كده دي ام حزام دي عامله 110. بصوا كل الوانها ومقاساتها برضه. دي البليسي بالحزام. بصوا عامله 110 اللي هي بالحزام تمام. عندي بنطلون كريب زي ده كده. بصوا لكمها كده تمام ماشي. عندي بنطلون زي كده ده 95 جنيه. ده ب 95 جنيه بمقاساته. ده عامل زي الليجن شويه. ده تمام 95 جنيه. عندي بقى هنا في موديلات زي كده اهي. في موديلات ثانيه حاجه زي كده بكل الوانها. هوريك الوانها دلوقتي يا مدام. بص اهي وطباعه وش وظهر. عليها طباعه وش وظهر. دي وش وظهر كده دي ب 100 جنيه. لا دي 85 جنيه لسه هينزل عليها خصم النهارده كمان اهو. 85 جنيه. بصوا دي هتبقى بصوا حبايبي حلو قوي. دي هتاخدوها ب 85 جنيه الوانها كلها موجوده. دي قطعتين يعني. بصوا دي تحتها بادي يا جماعه عشان بس البادي موجود تمام. حاجه زي كده اهي. حاجه زي كده تمام. نتشه عامله كام؟ 100 جنيه. دي ب 100 جنيه قطعتين تحتها بادي.
بص هي القطعه اللي فوق وتحتها بادي قطن حلو قوي. هياخدها ب 100 جنيه طبعا. ب 100 جنيه دي سعرها 100 جنيه. تمام. كل الوانها موجوده برده ان شاء الله. حاجه زي كده اهي. ايش هي كده؟ عامله كام دي؟ 100 جنيه. 100 جنيه؟ دي هياخدوها القطعه 100 جنيه. 100 جنيه. الكم بتاعها تل. كم تل. بص بقى تل ودواير قطيفه اللي فيه دي. حلو قوي. وهي خامه عامله زي الاسكوبه الخفيفه. وهنا بصوا بتختلف الدواير، هنا الدواير بتاعتها عريضه. دي هتبقى ب 100 جنيه. ب 100 جنيه دي بس ان شاء الله. تمام. تمام. في عندي حاجه زي كده الدرس ده. درس زي كده. تمام. حلو قوي. يمشي كاش بيت، يمشي درس، يمشي عايز جاكيت جينز، عايز بودي وبتاع. بكام ده؟ 50 جنيه ده. ده ب 50 جنيه. 50 جنيه. حلو قوي. درس ب 50 جنيه. الدرس ده سعره 50 جنيه، الدرس المشجر ده. الدرس المشجر ب 50 يا جماعه، حلو قوي. في حاجه زي كده. حاجه زي كده كاردن ده. كاردن حلو قوي ده. تمام. ده اللي هو الخمس سوفت يا جماعه. خمس سوفت. تمام. من تحت بالوانه 70 جنيه. بكام الكاردن ده؟ 70 جنيه. بص ادينا ظهر واحد وخلي وش واحد. بص عشان تشوف وشه وظهره بس. بصوا ده وش واحد وظهره. قلنا ده عامل كام؟ 75 جنيه. 75 جنيه. اي كاردن من ده حلو قوي. تمام. بالوانه كلها حتى الاسود موجود منه. فيه البيزك. البيزك ده ايه؟ عامله كام؟ 65 جنيه. 65 جنيه. اسود وابيض. بس عايز اقول لكم دي طريه وحلوه قوي قوي. لبستها حلوه اصلا وحلوه قوي. حلو. دي 65؟ 65 جنيه. هتاخدوها ب 65. في منها مقاسات ولا مقاس واحد؟ منها مقاسات باذن الله موجوده. ونفس السعر؟ نفس السعر، كل سعر واحد. تمام. الميني دريس زي كده. الميني. هو الميني دريس ده تحفه لسه. حلو قوي ده. تمام. عامل كام ده؟ الكور بتاعته ده قطيف. عامل 130 جنيه. 130 جنيه. الكور بتاعته قطيفه. الكور دي برز قطيفه. قطيفه حلوه قوي. لسه جديده اللي هتشتغل معانا في العيد ان شاء الله. تمام. كل باذن الله. 6 الوان. العروض قلنا هياخدوك كام ده يا طه؟ 130 جنيه. 130 وكل الوانه متاحه. احنا ما بنعرضش الوان عشان وقت الفيديو ما يطولش معانا بس. تمام. وتلحقوا تشوفوا اكبر عدد من الموديلات الموجوده. دريس زي كده اهو. ده ميني برضو. 100 جنيه. الميني دريس ده ب 100 جنيه. 100 جنيه. بصوا حاجه زي كده، ابعد بس انا بس يا طه. بصوا حاجه زي كده هتيجوا تاخدوه الميني دريس ده ب 100 جنيه. حلو قوي. تمام. هنا يا جماعه انتوا في قلب مكاتب الجمله وهيديكوا بالقطعه. يعني هتاخدوا بالقطعه نفس الاسعار اللي بنقول عليها. دريس زي ميني دريس زي كده. ميني تاني زي كده. تمام. الجمال ده تحفه. كل الوانه حلوه قوي قوي. منقط. تمام. وكمان مبطن. يعني حلو قوي. تلبيسه حلوه جدا. وكل الوانه. عامل كام ده؟ تمام. ده عامل 130 جنيه. 130 جنيه الميني دريس. 130 جنيه. بصوا اي ميني من ده عامل 130. تمام. في حاجه زي كده برضه اهو. ايش هي كده؟ التل ده عايز اقول لكم التل ده في اللبس تحفه. انا عايزك تبقى عدل الاثنين يبان يبعدوا مع بعض بس يبان حلو قوي. بصوا ثلاث الوان احلى من بعض. عامل كام ده؟ 130 جنيه. 130 جنيه التل؟ 130 جنيه التل مبطل ب 130. ايش هي كده؟ ده ب 130 جنيه التل مبطل. موجود بكل الوانه وموجود مقاسات منه كمان. عايز اقول لكم ده في اللبس حكايه احلى من الشيفون بكتير يعني. تمام. الواحد بيرتاح فيه على اللبس عن الشيفونات كتير قوي. 130 جنيه الميني ده. تمام. بصوا الوانه كلها احلى من بعض بصراحه مع الحزام بتاعه ده. حاجه زي كده. حاجه زي كده. الشياكه دي عامل كام ده؟ مبطن اهو. تمام. عليه في اللي هو الملاتش برضو. تمام. عامل 130 جنيه. لا 150 جنيه. ده اسف. ده 150. ده 150 جنيه الميني ده. 150 جنيه. ميني الدريس ده يعني عامل 150 جنيه. 150 جنيه. تمام. حلو قوي. ده سعره كان ده جميل قوي. ده كان عامل 220 جنيه والله حد اول امبارح. ودلوقتي عامل 160 جنيه. 160 جنيه. ورينا اللون تاني منه عشان يبان بس معانا. بصوا ده يا جماعه منتش وبليسي. البليسي طلع موضه قوي. من هنا بليسي وتحت بليسي وفوق الخامه اللي هي الشيفون المنتشه. حلو قوي. قلنا ده سعره بقى كام؟ ده عامل 160 جنيه. 160 جنيه. تمام. حلو جدا. تمام. في عندي ده بقى موجود منه على الاقل 8 الوان يعني كل الوانه كلها موجوده. تمام. في عندي حاجه ثانيه زي كده برضه اهي. بص انا هوريكم عدد الموديلات. في موديلات كتير جدا مش هنلحق نجيبها عشان وقت الفيديو بس. ايه الجمال ده؟ حاجه زي كده. عامله كام اللي زي الشطرنج دي؟ دي 170 جنيه. ده 170 جنيه. ايش هي كده؟ مقاسات خاصه الحاجات دي تلبيسات ليدي. حلو قوي. في منها موجود من اكس لارج لحد 3 اكس. لحد 3 اكس. قلنا عامل كام؟ في دي عامل 170 جنيه. 170 جنيه تحفه. وده مقاس كام طيب؟ عشان نعرف بس المقاس مرتاح ولا ايه؟ ده 2 اكس؟ ده اكس لارج بس. ده اكس موجود منه لحد كام؟ موجود منه لحد 3 اكس. لحد 3 اكس ب 100 وكام؟ ب 170 جنيه. حلو قوي. تمام. الوان اهو. ده اللي عامل الجمال ده. ده شطرنج. حلو قوي. منه الساده بقى اهو. نفس التشجيع نفس الشغل بس الساده بس الشطرنج احلى. قولوا لي في التعليقات برضه. تمام. ده قلنا ب 100 وكام برضه؟ ده عامل نفس النظام. نفس النظام 170 جنيه. 170 جنيه. تمام. كل الالوان. كل الالوان. كل الموديل اللي موجود منه على الاقل 8 الوان.
تمام. يعني ده بص الوانه كلها. بصوا احنا بس عشان وقت الفيديو يا جماعه مش عايزين نجيب لكم كل الالوان. زيتي والدرجه اللافندر اللافندر الكافيه والمستردة والزيتي. تمام. كل درجات موجوده. حلو قوي. في حاجه زي كده ايه الموديل ده كده معانا بقى الكتان ده. كتان ده بكام؟ 120 جنيه. الكتان ب 120؟ كتان ب 120 جنيه. ايه الكتان المعالج على فكره ده يقدر يعني ما يكشش ده. 120 جنيه ده لسه كتان كامل حلو قوي قوي. تمام. عندي حاجه زي كده اهو. حاجه زي كده. سواد. الجمال ده. لسه السواد ده عامل كام؟ 145 جنيه. ده ب 145. حلو قوي. تمام. ده عامل سعره 145 جنيه. 145 تمام. اه. في عندي حاجه زي كده 100 جنيه. بصوا حاجه زي كده ده اوف شولدر عامل كام؟ 100 جنيه. ده 100 جنيه. انا عايز اقول لكم عليه اصلا جوبير هنا حلو قوي قوي بجد وينفع مناسبات ده هياخدوه ب 100 جنيه. ب 100 جنيه حلو قوي. تمام. احنا عارفين ان هم تبع القناه فاحنا تحت كل اللي هيقول تبع قناه يوميات مكه هياخد بالاسعار اللي بنقول عليها في الفيديو. الاسعار دي على فكره اسعار جمله غير تمام. اسعار القطاع النهائي بس تبع القناه. هوريكم المكتب من تحت كمان وهصور لكم ازاي توصلوا له باذن الله. بصوا حاجه زي كده ايه الجمال ده عليه تطريزه اصلا التطريزه اللي عليه تحفه في حد ايه الشياكه دي. تمام. عايز اقول لكم هنا متطعم بحاجه زي الخيش كده حلو قوي قوي قوي. بص الجمال ده بص اللون ده بتاعه برده حلو قوي. ده عامل كام ده؟ عامل 170 جنيه. افرد لنا اللونين جنب بعض يبانوا بس ده قلنا عامل كام 100 وكام؟ 170 جنيه. بصوا ده 170 جنيه بالوانه كلها. تمام كل حلو قوي. على فكره برده وفي الوان ثانيه ما عرضناهاش برده كل الوان موجوده الزيت بص كل الوانه موجوده كل درجاته موجوده معاه. تمام ماشي. في حاجه زي ده كده اهو السواري ده حاجه السواريهات تمام حلو قوي ده. ده اللي هو الفتافيت عامل كام ده؟ ده عامل 280 جنيه. 280 جنيه تمام. معانا ايه تاني يا طه؟ معانا حاجه زي كده برده الدريس ده. بصوا حاجه زي كده هجيب لكم كده دي خامه والله ستاندر خامه تحفه جدا. ايه الشياكه دي؟ ستايله في اللبس تحفه. عايز اقول لكم ده باللي سي من تحت اقرب لكم بس سعره كام الاول؟ 170 جنيه. 170 جنيه. دي اسعارها كانت عامله 280 و270 جنيه. قوي قوي حلو جدا. ده بلي سي وحتى في شغل زي فتل حرير كده حلو قوي ده. تمام. كل الوانه موجود منه كل مقاسات برضه. كل الوان ومقاسات موجوده. عايزين ننوه عن الجنس برضه عشان وقت الفيديو بس عايز اقول لكم في موديلات جوه احنا ما عرضناش حوالي 10% من الموديلات الموجوده هنا في المكان ما شاء الله اللهم بارك. المكان مليان كتير جدا هتيجوا تزورهم ان شاء الله وتشوفوا اسعار اقل من اللي احنا قلناها كمان. في ايه تاني معانا؟ عايز الجنس زي كده ايه؟ تمام الجنسات موجوده. عامل كام ده؟ مقاس خاص. اه بيبدا معايا من 50 لحد 58 عامل 100 جنيه. عامل 100 جنيه. المقاسات الخاصه ب 100 جنيه. 100 جنيه. تمام بكل درجاته ها؟ بنطلون ابيض زي كده جبردين. حاجه بيضاء زي كده جبردين. تحفه. حلو قوي ده. تمام. عامل كام ده؟ البنطلون ده كده عامل 110. 110 تمام. 110 جبردين برده موجود كل المقاسات اللي انت عايزها احنا. تمام. دي درجه من درجات الجنس برده وده المقاس العادي. 100 جنيه برده. 100 جنيه. ماشي. تمام. حاجه زي كده. ده بوي فريند بقى بس حاجه خامه عاليه جدا. ده بوي فريند تحفه. تمام. عامل 130 جنيه. 130 ده تركي. اه تركي سعره 130 جنيه. ودي الدرجه الفاتحه بتاعته اهي وريتك الدرجه الغامقه دي برده 130. اه 130 جنيه. تمام حلو قوي. في عندي حاجه زي كده بوي فريند 100 جنيه. ده 100 جنيه برده موجود منه مقاساته كلها بيبدا معايا من مقاس من 30 لحد 40. من 30 لحد 40. في بقى عندي حاجه زي كده برده كده ستايل برضه واسع اللي هو الرجل الواسع. اه رجل هي رجل الفيل زي ما بيقولوا. عامله كام ده؟ 100 جنيه. ده برضه عامل 100 جنيه. 100 جنيه برضه. حلو قوي. كل البنطلونات اللي هتلاقي اغلبيه الجنس عندنا ما بين 100 و120 130 جنيه. تمام تعبتك معايا طه وميرسي قوي. احنا النهارده كنا عند محل نمبر 1 احنا كنا في المكتب فوق وهوريكم المحل برضه تحت هتاخدوا قطاعي سعر جمله. كل اللي هيجي يقول تبع قناه يوميات مكه هياخد بنفس الاسعار. عايز اوريكم بس ان في كميه موديلات ما شاء الله اللهم بارك في المكان كتير جدا جدا بس عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم احنا اديناكم نبذه حوالي 10 ما يجيش 10% من الموديلات الموجوده هنا في المكان. انتوا هتيجوا تزورهم ان شاء الله هتشوفوا موديلات اكتر من اللي احنا عرضناها واسعار احسن واحسن. العنوان بالتفصيل هينزل لكم متصور حالا بعد ما اخلص الفيديو وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله. هنيجي بقى لعنوان يا حبايب قلبي. احنا واقفين فين؟ احنا واقفين في الشارع اللي بين السنترال والجراج. الشارع ده اللي بنخرج منه من محطه مترو العتبه. هنلاقي الجراج كده على يميننا وكمان السنترال على شمالنا والشارع اللي في الوسط ده اللي بنخرج منه من محطه المترو. احنا هنلف نجي دورنا على طول لمحطه المترو وهندخل من الشارع ده على طول اللي على اوله القصر الذهبي للعطور. هنمشي في الشارع ده اسمه شارع يوسف نجيب او شارع الرويعي. الشارع ده بيبقى كله احذيه وشنط اغلبه يعني وفي كمان ملابس. هنفضل مكملين. انا هوديكم هناك للمكتب بكل سهوله. المكتب هناك اصله جمله بس هيديكم بالقطعه يعني قطاعي سعر جمله. كل اللي هيروح يقول له تبع قناه يوميات مكه هياخد بنفس الاسعار. احنا هنفضل
ماشيين كده في الشارع زي ما انتم شايفين كده على طول، مش هناخد يمين ولا شمال لحد ما يقابلنا اول تقاطع. بصوا زي ما انتم شايفين كده، دي محلات ملابس، دي اماكن ملابس يعني، والفرش المتغطيه دي كلها كوتشيات بقى واحذيه هتلاقوها هناك، بيبقى اسعارها حلوه جدا. هنيجي هنا قدام محمود يحيى رشدان وهنحود اول تقاطع كده يمين زي ما انتم شايفين. بصوا هنفضل ماشيين يمين لحد ما ندخل من الشارع اللي جنب محمود يحيى رشدان، وعلى اوله كمان ابو العز ومحل يا مسهل بتاع الشنط واليمادي محمود يحيى رشدان. انا بحاول اديكم علامات مميزه. هنفضل مكملين كده زي ما انتم شايفين لحد ما نخش من الشارع اللي جنب محمود يحيى رشدان ده. انا بديكم علامات مميزه واماكن تعرفوا توصلوا من غير ما تسالوا كمان. هندخل في الممر اللي قدامنا ده لحد ما هنلاقي محل مكه في وشنا على طول. مكه ده بتاع كاجوال وعملنا منه جولات حلوه جدا. بصوا هنفضل مكملين كده لحد ما هنلاقي مكه في وشنا على طول. هنيجي عند مكه بقى وهنبدا نحود يمين زي ما انتم شايفين كده. هنلاقي اولاد زكريا واسيا كمان. مكتب اسيا ده من احسن المكاتب اللي ممكن تشتري منها بيتي، قطعي سعر جمله بيديكي اسعار مش هتاخديها في اي مكان تاني. هنفضل مكملين كده، هيقابلنا بقى، انا عماله اديكوا علامات كده للمكان طول ما احنا ماشيين زي ما انتم شايفين كده. هنفضل مكملين على طول، اكترها بقى اكسسوارات واوكر وحاجات كده هتقابلنا في الشارع ده. ده الحاج فرغلي برضو، ده برضو بتاع حدايد وحاجات كده. احنا هنمشي هنلاقي محل نمبر 1 على طول بعده. بصوا زي ما انتم شايفين كده، مش محتاج تسالوا، ما تنسونيش في اللايك واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.